والله تونس هذه بلاد العجيب. ها سيزون تاع البحر دخلت وجبدوا لنا حكايه القرش، الواحد طيحوا له 100 في الكايبه، واحد من الناس هاني نتعلم في الحوض هنا بعد تاني نهبط للبحر. جاز حما يغني يعني الناس تتدرب على الكؤوس والبطولات في التايكوندو في الكونفو، ولين ترنا كيفاش نعوم في البحر. ما كذبه والله كذبه، هذه حكايه قرش في تونس والله لا صار. قرش في تونس السردينه مقطوعه في المارشي، السردينه مقطوعه والله. القرش كان يجي لتونس الا ما يذبحوه يبيعوه في الاسواق، ما تلقاه مع التروت معلقينهم البويه ومعلقين قرش هكا يدرجح. العرب والتوانسه خاصه حتى كعبات كرموس حطتهم بس من اللطف، اللطف يا صاحب اللطف، تقول لك بالمرار الواحد. صبر يا ربي. ايوه ليه 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 هك فاش تعمل انت؟ انا قاعد قاعد. مش قلت لي مصباح مش بحر ولا متروح ودنيت وكذا هكاك انا مروح هكاك بعرف ولا بليه سن العمر واحد مش اثنين راه. وانا قاعد هنا نتعلم شوي على الاقل كي ظل يطلع لي قرش ولا حاجه نشوف كيفاش نتصرف. اوب اوب وحدك مش تتعلم هكاك ومش تقول له قرش انت تعرف كيفاش تعمل له معناه. لا طول مشي نعمل ستاج بلا فورماسيون في العمر. اي تمن انت سامي يقول سبعه ولا ثمانيه جوج الجمعه هذي 500 الواحد علمته كيفاش يتعامل مع القرش وكيفاش يمنع روحه وكيفاش كذا. انت تعلم فيهم كيفاش ينقذ روحه من القرش. اي اي والله شيء يضحك. انت بيدك قرش انت تعرف تعوم؟ ليه؟ سايب كعبه كرموس سايب. ايه كعبه كرموس تو سايب ايش تحب تو انت؟ خليني له غدا صباح نمشي معاك. شنو نضيع في الوقت احنا تو شنو؟ شنو رايك نعلمك كيفاش تتعامل مع القرش؟ ليه بالذات؟ انت باش تعلمني؟ ليه؟ هذيك حد نيتك؟ هنحط اختار احنا تو. علمني ترى هاني نتفرج ترى علمني ترى. هاي سيدي. شنو؟ ها قوم تشوف تو عجاج اش مش يعمل مع القرش؟ باش نعلمك عوميان الساعة ولا حرام عمرك لا ريتي. ان شاء الله ما يطلعش الشرط بالنوار. تو تصدق ولا بالحق؟ هاك باش تشوف الضربة الصحية عادة تو. وانت علمت انت؟ ليه؟ يا حليلي هاك باش تشوف صاحبك عجاج اش مش يعمل تو. بدنا نتعلم. هاي الضربة الصحيح. هاي سيدي كه. ساعة فما الغطسة الأولانية القفزة يسموها هذيك القفزة في العومية القفلة معناها أي هذيك باش أنت تنقز القرش يقرا لك برشا حساب يقول هذا صناعي تو معناها القرش مش يجي يقعد حابس باش يقرا لك اللي كنت حساب بلا اسكت أنت ما تعرف ما تعرف حتى شيء لكن أنت راك ما تعرف أنت شدت عليك لما قرش في تونس هاو ديريته بعيني أنا يعني. برحة لولا ما لبست تريب خشمك مو بعينك من تريب برحة لولا بعد تلف داريتها ماني نعوم في قنفيذة وزوز قروشات عادوا وحداي قنفيذة ناو على الغدره هما في بالهم. ايه. كتلفت لقاني قال لي عجيش. اه يا وحي. ما ديت له قلت له جيني باخذ خير. مشى جاب باخذ خير. اما جابوا مبلو. يحشم على روحك. يحشم على روحك هذه خير طلعه تو. هاك مش تشوف العوميه تو. وتشوف الصناعي ايش مستعمل يا سيدي. يا ربي العمل عليك يا سيدي. يا ربي. بشوي بشوي. اي سيدي. ساعة باش ترجع القرش اللي تعمل تنقيزه به هذيك. آه يخليك خليك خليك. بابا بابا. هذه هاي تنقيزة تاع كرنيتا مش تاع. اش رايك فيها؟ اش رايك فيها؟ والله برجولي عبرتني والله العظيم. اقسم بالله ابوي 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 وريت. هو وين دوك؟ هو دخنا ما واحدة واحدة. باهي اسمعني اسمعني. باهي اقصر لي تاكل فيها شاح. قلت لك الدخلة هذيك الدخلة هذيك. شوف انت هنا. عيطوا ذاك مزرع عبارة ذاك قرش. تكحلوا في عينيه هك. هالقرش جاي فوق الفوق ولا ناطح هو جيت من كذب تهبط له لوط هاي تهبط له لوطه بشوي هاي تبدا تقرب له بشوي هاي اخزر العيني هاي انت تخزر له هكا على جنب هاي هو مش يجيك من هنا هاي انت تجي من هنا عباي هاي شبيك بيك الفرجان يعزك بالموتوبي كام تاعك يا دي قرش هذا تجي يعمل لك طول هاو دي حد ما وجهه طولك هكا رخبيه رخبيه اجبد لهنا يا اخي اللي تجي تاع الفرجاني رخبيه هادي قرش راهو شبيك بنت مالا انت ما عمش معايا قبل ما تعزميش ريتها هنا في العمان يا كروشيت ويا دلفين كلها تقرا حسابك تنطلع في الماء هك هو ظل جاي من غاد وانا نخزر له عجنب من يا بوي يا بوي يا بوي عجنب يا عشيش بالله اسمع يا اخي بالحق طو البحر بتاع تونس فيها قروش هذي فيه طلعوا في سلقطه وطلعوا في مستير وطلعوا في سوسه وطلعوا في قفصه طلعتونا المي في ركابنا ليه تعرف بالحق تاع ربي والله لا يخوف هالقرش هذا تاع البحر والله لا يخوف اللي يخوف القروشات اللي عندنا البر اقسم بالله ياكلوك من غير ما تشعر هك في الادارات قروشه في السبيطارات قروشه في البنوك قروشه
جدوا لنا قروش على شو مدخلنا فيهم؟ نحن نحكوا على البحر وعلى العومين تو. جيتش نوري فيك مصلحتك تو هكا نستاهل نستاهل نخلي امور وخلي الناس تريني عندي تدرب وجاي كده باش نعلم. يا عم والديك يا عجيب. هاي. اما بالحق تاع ربي ما اقتنعتش. والله بالحق. شنو قال لي جيب قرش عملنا هكا وعملنا هكا وجبد له هكا. تو دي بشوي تشبيك. كيفاش جبد لك؟ كيفاش جبد لي هذه؟ كيفاش جبد لي؟ هذوما هل ما يعرفوش يعوموا هذوما وجاكم على العومين اخذوا لي اخذوا لي باش نعمل اخذوا اخذوا لي ذلك ساقيه. اخذوا لي ذلك. ترخف روحك شوي. هاي. هاي بارد عشان خوي. تو ما تخافش. راجع شد ما تخافش معاك ما تخافش. راك مش تغرقني انا وياك راه مو ما تغرقني واش واش نغرق خوي. ما تخافش ما تخافش معايا. هاك وكل شيء قرش نعمل لي. هاك معايا الجامع يقتل ايش نعمل له. خل نقص لوطه نقص لوطه باش نعمل نمرة الرقار على اليمين وعلى اليسار. رقار كبير. مش رقار خضرا خضرا. والله ما تدكنا في رقار. اقصد ايه. دو. مش بدا هواء باش نتعرف لوطه مليح مليح مليح. ايش بدا هواء كيفي. ايش بدا. عزيز خويا شلونك؟ عزيز 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 يا غريب انت خرج 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 ما شاء الله. والله تعرف اول مره نشوف ناس كره ماكم ماكم مازالوا يقدروا انه يا ابو يعطوا اما حتى تاع هذا تسيب والله قطعي والله قطعي تتكلم بشويه ما تتكلم خلاص نتكلم بشويه نعرف شو انت ما يحبوش ما يحبوا يحبوا بالستر كل شيء سمح سمح والله يا زنم هاي ايش اختار على ريو الحاج هذا الكبير هذاك يا ودي الكبير زيد عليه لك واش كنت بنزو هذو ماشيين جايين تاع دحنيا الناس ياك قومن هزك الريف هذاك حتى في الحمايه سيعدك هز هذاك الريف هذاك والله انا هزك عبتين لاني شهي تو هاك قلت كعبتي هز انت هذاك قلت شكون شي واحد هذاك شكون شي حاجه شكون شي واحد الناس اللي جايتني الناس اللي فرحتني انت مالي قال حسابك انت هذاك الريف لازم تحمل انا باش نشوف لك كيس كذا دخلت لك كيس بكيس ما نقول لي من الاول هاك هاي برا مشي من غادي برا من غادي من غادي هاي 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 كل مهني كل مهني سي سي اسمع جيب الاخر انت جيب الاخر هات لي هات لي حبل خلك تفوق ها باش نجيب لك حبل اسمع ابرك عليها وديك عليها أيوة. اسمع جي جيب حبل وشوف كيف علوش السمين المغادي ذاك شوف شوف علوش علوش به اليوم فيه البركه ها راهي يزي غوطه النار مسح راسك هكا تشبيخ تبي تاكل باب الرزق اسكت اسمع الراجل كريم يحب يعطينا حوايج لليل وانت عملت الفضع هذيك مش تيش فاهمه تاكل فاهمه تاكل فاهمه تاكل هذيك عملها باش وانت وبركه تو نجي غدوه نرجع نوريك نجيب واحد الخص تحت وكاش شوف كل مره ماشيين جاي تو انت خسر حاجه تصعب ايه علاش ما تجيبش انت هذيك هاني بركوس هذيك ولا فتيمه هذيك يا ودي خلينا نهزوا هذيا تقول لك انت مش تحمل هذيك ولا مش نمشي بك شتم هذا شتم شتم شكون شكون سالم شتم يكلم ولا فيرم يا سالم يا سالم اجري سالم اسمع كلم ولا الفيرم كلم ولا الفيرم تقول له سريك قول له السيد النائب شد السريك هني برا مش فيسح برا فيسح اجد اجي يا حلوه اجي 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 عشان تسير وقت ولا عشان تسير ماشي سير 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 من علوم سير من علوم علاش جيما رعب علاش مرر يعيش ايش عملت لك ايش عملت بالله ايش عملت طولي كامل بيت نعسي على بيك الربي ليه ايش عملت وقت بدبشي ها بدبشي بدبشي تشبيك اصبر وقت نوم هو تو هاي قاعد قاعد خلينا نشوف الارواح هاي هاي يمشي هاي برا خدم يرحم بيك يا ودي هاي ايش نخدم ايش نخدم اليوم شنو ديري خدمة جرتك هاي جرتك نعرفها جرة من احسن هاودي اسمع كلامي المرة دي مش تربح الربح للعنكوش هاي تقعد قعد قعد شنو الخدمة مرمى ولا شنو مرمى نحن نتاع مرمى تونا اش ما شنو مال هاي برا تو نقول لك تروح لك في كيس هاي يا الله يا حويلي اليوم تبرع عجاج اختلف جاه ربي اختلف اللي بعدك والله اختلف من عيني تاودي فز شنو ما عنديش تحب زوز ملايين في النهار اليوم زوز ملايين كل حد باش يضرب الروح هاي هاي برا تحزين ها تطلعش نقول نبيعوا الغبرة زادة الغبرة شنو نخدموا كم نخمو هذيك هي الحاجه زها فلوس في تونس يا ودي نخمو بالحليل 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 شيمك في عاي في بالك اليوم شنو اليوم شنو عاشناو اليوم قول لي شنو حاسب رايك انت ترى اثنين اليوم ما لا شل اليوم الخميس يا راجل داخل بعض ابني يا اخي اللي مات عندي كل كيف كيف ولد ما تعرفش الخميس معناها اش معناها اول نهار اليوم اليوم الميسر نتاعنا اليوم الصعب اول نهار يا اجي اشكلم فهم الصعب اليوم ليش تم اليوم هل يوم البكالوري شنو البكالوريا اليوم
يا بابا عندي شكون في البكالوريا توني جايب لي على البكالوريا، عندك شكون في البكالوريا؟ هاودني عندي حومه كامله ما تحت كرجه بنت عليا في في في, في البكالوريا، عندك في البكالوريا؟ مش يهمني فيها انا رجعت هاي برك مش دخلنا في البكالوريا ماش نخدموا في البكالوريا انا وياك وزارة التربية مش تندم على الساسة انا نعس في الليل في الغابات مش كون في بال عادي نعس في الليسي هاودني قلت لك عس في الليسي مال توني قلت لك عس هذا تقعد تقعد النهار راح تقعد بعد ما هالستة تو قبل مش ندبر روسنا من البارح انتكتك وركحت اموري وامور نواف حاجة تقعد تقعد هاي امشي 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 هكاك ما تلبس حتى شيء باش ليكتك هكاك هاي يمشي يمشي خف